أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها كأنموذج حضاري رائد للتسامح بين الشعوب والأديان من خلال ما يتسم به المجتمع البحريني من تماسك وأصالة عززت استمرار مبادراتها الساعية إلى تكريس المبادئ والقيم النبيلة على مختلف المستويات، وهو نهج مستمر يعكس رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه، مشيرا سموه إلى أن صور التسامح والتعددية التي تمتاز بها مملكة البحرين تظهر جلية من خلال التواصل مع كافة أطياف المجتمع البحريني في مختلف المناسبات والفعاليات. جاء ذلك لدى استقبال رؤساء الكنيسة الإنجيلية الوطنية وكنيسة القلب المقدس الكاثوليكية وكاتدرائية القديس كريستوفر لسموه بمناسبة احتفالهم بأعياد الميلاد، بحضور معالي الشيخ خليفة بن دعي آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعدد من المسؤولين. وقد هنأ سموه رؤساء الكنائس بهذه المناسبة مؤكدا أهمية مواصلة تكريس الوسطية والتعددية بما يجسد هوية أبناء البحرين الذين جبلوا على التآلف والمحبة وقبول الآخر، ما رسم هوية واضحة للمجتمع البحريني عبر مختلف الأزمان، معربا عن اعتزازه بمشاركة الجميع مناسباتهم الدينية لما تمثله هذه المناسبات من فرص التقاء وتواصل تترجم ما وصلت إليه المملكة من صور المشاركة المجتمعية. كما نوه سموه بجهود مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في ترسيخ مبادئ التسامح بين الشعوب ودعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى التقارب بين المعتقدات والأديان. من جانبهم أعرب رؤساء الكنائس الذين استقبلوا سموه عن شكرهم وتقديرهم لما أبداه سموه من مشاعر طيبة بهذه المناسبة، مثمنين حرصه المستمر على مشاركتهم مناسباتهم الدينية ومتمنين لمملكة البحرين دوام النماء والازدهار والأمن والاستقرار.